انا عايز انتهز الفرصه واستغل وجوده معايا. الحقيقه هتكلم طبعا بالتاكيد على ماتش بكره، لانه انا عارف طبعا الناس عايزه تطمن وتعرف وتقرا سيناريو مواجهه الاهلي وبيراميدز، وهي بالتاكيد بقت واحده في السنوات الاخيره واحده من الماتشات الجماهيريه، يعني مش هقول عليها ديربي ولا حاجه، بس يعني واحده من ماتشات الجمهور الاهلي بيستناها برده كل موسم. بيراميدز في سكواد محترم جدا، الاهلي عنده ظروف صعبه جدا بيمر بيها، غيابات واجهاد، ازاي مع رحيل مستر موسيماني وتولي كابتن سامي قمصان هيكون سيناريو المباراه. هسمع رؤيته بالكامل في ماتش بكره، بس يهمني اكتر انتهز فرصه تجربته واشوف، لانه في امور كتيره جدا مرتبطه بالمشهد الكروي في مصر محتاجين نسمع فيها اراء ناس عندهم تجربه وعندهم مشوار طويل وعندهم نجاحات كبيره جدا. حد طبعا زي ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن مجدي طلبه اللي بنسعد بيه دايما على شاشه الاهلي، وبسعد انا شخصيا بوجوده معايا في السادسه. مساء الخير يا كابتن مجدي. مساء النور، ازيك يا ابو حميد؟ منور الدنيا، ربنا يخليك حبيبي. قبل ما ادخل معاك في التفاصيل اهلي ومنتخب مصر، عايز اعرف منك كده وانت بتتفرج على كوره في مصر، منتخب او ماتشات في البطولات المحليه او انديه مصريه بتلعب في بطولات افريقيه مثلا، شايف الكرة في مصر بخير ولا الكرة في مصر بتعاني؟ أكون صريح ولا لا؟ منتهى الصراحة. لا خالص. للأسف الشديد أنا عندي فترة طويلة أو بقالي فترة طويلة عايز أتفرج على الدوري وأحب أتفرج على الدوري ده. بس ألاقي الماتش وبعدين خاصة لما يكون في سبت وحد وثلاث وأربع، اللي هي الماتشات بتاعت أوروبا يعني. تمام. والدوريات في اوروبا، اول ما الاقي الدنيا مش مظبوطه، اولا شكل الصوره، الاداء بتاع اللعيبه، شغل المدربين، حاجات كتيره جدا بصراحه. للامانه عندنا نواقص في حاجات كتيره جدا، اداره الكوره عموما لا في حاجات ناقصه، وده كله كل انا عندي وجهه نظر ان ال 90 دقيقه اللي انت بتشوفهم في الكوره في الملعب دول اخر حاجه في الدنيا. دول اخر حاجه في الكوره، قبلهم في حاجات كتير، اخر أوي. حاجه في الكوره ال 90 دقيقه اللي انت حضرتك بتشوفهم وانا بشوفهم بتفرج عليهم او بنشتغلهم، اذا كنا بنشتغلهم في ال 90 دقيقه بتوع الملعب دول اخر حاجه في الكوره. بتبدا البدايه خالص تبدا من راس الهرم، وراس الهرم هنا مش الكوتش، راس الهرم هنا المسؤول بتاع الرياضه او مسؤول بتاع الكوره في النادي او في المنتخب او في او في الدوله. ايوه. فهنا مهم جدا، ده مهم جدا 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 جدا، ده راس الهرم. ليه؟ لان هو ده اللي بيفكر، هو ده اللي بيحط سياسات، مش المدير الفني اللي بيحط سياسات. ارجع معاك ورا شويه. اتفضل. هرجع معاك فلاش باك بس طويل شويه. اتفضل. انتوا كنتوا اول جيل تقريبا نقل الكره المصريه نقله معينه، ورحتوا كاس عالم، ومن بعدها انت وجيلك كله تقريبا ابتديت تتخذ خطوات الاحتراف، يعني ابتدينا نشوف لاعبين مصريين محترفين بره، وتفائلنا انه بدايه المشوار، وده كان مع مدرب وطني بالمناسبه كابتن جوهري. نفس اللي انا بقوله دلوقتي يا احمد، هو ده اللي انا قصدته. هو مين اللي جاب الكابتن جوهري المنتخب؟ نفكر كده، هنرجع بقى نعمل فلاش باك كده زي ما قلت. الكابتن عبده صالح الوحش كان هو موجود ساعتها في الوقت ده على راس الهرم. أي. في الوقت ده كان بشكل تقريبا تعيين او حاجه كده حصلت في الاتحاد، فجه عمل ايه؟ فكر انه عاوز يطور في الكوره ويعمل، هنجيب مين؟ يبقى تعالى يا كابتن جوهري. انت عايز افكار الكابتن جوهري معروفه لكابتن عبد الصالح الوحش، عارفها كويس جدا، الاثنين من نادي واحد بيقعدوا مع بعض كتير، فعارفين الافكار قريبه. عايزين نوصل الكره العالميه للكره المصريه للعالم. جوهري افكارك ايه في الحته دي؟ 1 2 3 4. وانا هساعدك ب 1 2 3 4، جو اهيد، اتفضل اشتغل. توافقت الافكار، بدا ياخد الخطوات بتاعته. المسانده من الدوله في الوقت دوت كانت في وزاره الشباب والرياضه، الوزير عبد الاحد جمال الدين، انا فاكر كويس جدا، كان سبورتد جدا، كل حاجه، كل المتطلبات، القوات المسلحه، كنا على طول قاعدين في الجيش في المعسكر، في المعسكر بتاع المنتخب دورين كاملين ما حدش بيدخلهم طول السنه، احنا في المعسكر، احنا مش في المعسكر، ما حدش بيدخلهم في دار الدفاع الجوي، مخصصين للمنتخب مصر، مدرب مخصصين لينا. حتى احنا عملنا مشروب ليمون باللبن بتاعنا احنا، بعد كده بقى في مصر كلها بنشرب ليمون باللبن. عايز اقول لك توفرت كل حاجه، الجهود كلها توفرت واتحطت علشان المنتخب يوصل للحته اللي احنا عاوزين نوصل لها. وصلنا، وكان في قدرات وامكانيات موجوده فنيه من اللعيبه موجود. كان عندك اهم كم مكان يميز جيل 90
ان كل واحد فيهم عنده بتتوفر فيه صفه التحمل المسؤوليه. ايوه. فتحمل المسؤوليه ده مش من ال 30 اللي كانوا موجودين، لا، والهيكل اللي هو كان حوالي 50 لعيب او 60 لعيب على مستوى التصفيات وكاس العالم وبعدها. ال 60 لعيب كانوا بيختيروا بعنايه. وكان المعسكرات بتدار، طبعا ما اقدرش اقول لك ان يتعمل دلوقتي المعسكرات تتعمل دلوقتي زي ما كانت تتعمل ايام الكابتن جواري. لا، انا هسألك سؤال تاني بدون احراج. هل في كاليبر في مصر النهارده؟ يعني احنا من اللحظه دي لغايه 2018 لما وصلنا كاس العالم حتى ما حسيناش بطعم كاس العالم زي ما حسيناه معاكم في 90. يعني احنا 90 كان معانا مجموعه قويه جدا، هولندا وانجلترا، وهولندا كانت بطلة اوروبا بالظبط كده، وجيل عظيم بقى روت خوليت وفرانك ريكارد ومش عارف، وعملنا مباراه ولا اجمل مع هولندا، وهو ماتش يعني ايرلندا بس اللي يعني ما كناش راضيين عنه، لكن حتى مع انجلترا كنا قريبين يعني، ولو كنا خلصنا تعادل وجات لنا فرص يعني. ومع ايرلندا ما فيش حد بيعرف يلعب غير زي ما احنا عملنا كده والله. يعني ما علينا، ما علينا. بس في النهايه هي ذكرى حلوه عند المصريين، بتجيب سيره 90 طبعا الناس بتتبسط. هل شايف في كاليبر النهارده في مصر، في شخص او عنصر او حد عنده الخبره والتجربه زي عبد صالح الوحش في اتحاد الكوره، وزي كابتن جوهري في مدير فني؟ لا، في اتحاد الكوره لا طبعا. مش موجود. مفيش. لا طبعا مش موجود. حازم الاسماء والخبرات لا، حازم بيدير كويس بس لسه ما عندوش الخبرات بتاعت كابتن عبد صالح الوحش في الوقت ده. انا بتكلم في المنصب او مش في المنصب يا كابتن مجدي. ما انا بتكلم على الموجودين. ايوه، اللي موجودين دلوقتي في الاداره دلوقتي، اللي موجودين في الاداره دلوقتي الرياضية. لا يعني ساحه موجود فيها في. طبعا مصر مليانه. ممكن تقول لي اسماء؟ اسماء ممكن نقول، ما نقولش ليه يعني. انا كنت سامع ان في الوزير سامح فهمي كان مرشح نفسه للانتخابات ومره واحده ما لقيتوش. المهندس محمود طاهر عنده خبرات اداريه كبيره جدا وافكار. كابتن حسن حمدي طبعا اولهم. كابتن حسن حمدي لو عاوز مش يدير اتحاد الكوره، يدير كل كوره او رياضه. لا كابتن، في ناس كتير، في ناس كتير. طب ده اداريا، فنيا وفنيا موجود. في حد زي كابتن شايف مدير فني وطني؟ انا الاول خليني اسالك قبل ما تقولي اسماء، المدير الفني الوطني انسب لمنتخب مصر ولا مدير فني؟ انا وجهه نظري انسب المدير الفني. انا وجهه نظري الشخصيه بس ما اعمل معاه اللي انت عملته مع جوهري وحسن شحاته. اعمل معاه اللي انت عملته مع الجوهري وحسن شحاته، مش تاخده ترميه في النار. مش تعمل معاه اللي انت عملته مع ايهاب جلال، وده مش صح يعني. قلت حاجات كتيره قوي بقى، حط تحت بعد كلمه قلت دي حاجات كتيره قوي، الفاظ كتيره قوي ما تتقالش. انا مستاء جدا 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 باللي حصل مع ايهاب جلال، لانه ده يمثل المدرب المصري. ما ينفعش في مدرب تجيبه وتمشيه بعد اسبوعين او تلعبه ماتشين. مش قصه اسمي ايهاب جلال. لا مش اسمي ايهاب جلال، ما بتكلمش على ايهاب جلال كاسم. المدير الفني الوطني، انا بتكلم مدير الفن الوطني لمنتخب مصر. الوطني كمان، الوطني مصري، تعمل معاه كده؟ طب احنا انت ما حطيتش في اعتبارك سمعه المدربين المصريين هتبقى عامله ازاي بعد كده؟ يعني في حاجات كتيره للاسف الشديد. لا، حاجات كتير صعبه جدا. الاداره في مصر بتاعت الكوره لا مش عوده صح. كيروش لتولي المنتخب الوطني بتشوفها خطوه تصحيح مسار؟ انا ما عنديش فكره هل هو رجع يعني فعلا. هو في الرغبه الاولى انا مش مع كيروش. البدايل، في بدايل تانية كتير منهم برضو على فكره سيفيهات لناس من البرتغال، بس في النهايه هل شايف انه تصحيح المسار يعني اذا كان هم شايفين انه تولي ايهاب جلال المسؤوليه كان غلطه، هل شايف انه ده قرار تصحيح مسار ولا بتعالج الغلطه بغلطه اكبر منها؟ اداريا ما ينفعش. اداريا نشتغل، نتكلم بقى علم اداره وبزنس وشغل، ما ينفعش واحد انا حصلت انهاء العلاقه في الشغل بيني وبينه دلوقتي وارجع اجيبه دلوقتي. ما ينفعش، وبشروطه، لانه هيبقى اللي انت هيعمل كل اللي عاوزه، وانت مش هتقدر تتكلم معاه في اي اخطاء ولا في اي حاجه يعملها. الناحيه الثانيه فنيا، وجهه نظري انا الشخصيه، لم يضف اي جديد كارلوس كيروش. ايوه، للمنتخب او الكره المصريه لم يضف اي جديد خالص. بيلعب بطريقه غير مناسبه خالص مش غير مناسبه للكره المصريه، لا، غير مناسبه للعناصر اللي هو واخدها. يعني هو بيلعب انا ما اتكلمتش على كارلوس كيروش
طول في الفتره الاولانيه خالص طول ما كان موجود. ايوه كلمت عليه بعد حوالي 7-8 مباريات لما شفت طريقه الشغل بتاعته وطريقه تفكيره بتبان في الـ في الـ في, الـ في الاختيارات، بتبان في طريقه اللعب، بتبان في التغييرات، بتبان في حاجات كتير ليا كراجل. كام على 10 من وجهه نظر مرحله كارلوس كيروش؟ كام على 10 من وجهه نظرك؟ 5 على 10. لان هنا انا مش هتكلم زي الجمهور واقول لك ده احنا وصلنا الفاينل بتاع كاس الامم. أيوة. ووصلنا المباراه الاخرانيه الفاصله مع السنغال والمنافس واحد. وده لازم احط عليها علامات استفهام وعلامات تعجب كتير جدا، لان لما يكون المنافس واحد وانا خسرت منه في المره الاولانيه صعب جدا ان التعامل بتاعي مع المباراه الثانيه لازم يكون بشكل مختلف ومغير، وده ما حصلش. فدي كلها من الحاجات اللي تخليني اقول لا، ما هي هو ما اضافش فنيا. كل اللي عمله جاب عمر مرموش مثلا، عرفنا على عمر مرموش ما كناش نسمع عنه حد تاني. رؤيتك في اللي جاي بالنسبه للمنتخب، بس خلينا نسمع رايك بعد ما نروح لفاصل. صحيح، مره تانية برحب بحضراتكم وبرحب طبعا بنجمان النهارده كابتن مجدي طلبه. الوقت بيجري معاه بسرعه، بس خلينا نقفل قصه منتخب مصر. شايف المخرج منين يا كابتن مجدي؟ يعني هل شايف انه مدير فني اجنبي يحل المشكله، ولا ما اعتقدش النهارده تفتكر في مدير فني وطني ممكن يقبل بالمهمه دي؟ لا دلوقتي صعب، صعب خلاص، دلوقتي خلاص السكه دي اتقفلت. فعليهم الاختيار وبسرعه مدير اجنبي يكون عنده طموح يوصل بالكره المصريه لمكان كبير. يقدر يعني؟ هل النهارده لو جبت اكبر اسم مين مدير فني اجنبي بيعجب حضرتك؟ ما مش عايز اكبر اسم بصرف النظر، يعني عايز اقول جبت المدير الفني اللي عنده الرؤيه وعنده الامكانيات وعنده السي في المحترم ودرب منتخبات. احنا عايزين مدرسه يا احمد. يقدر يعمل النقلة؟ عايزين مدرسة. يقدر يعمل لوحده يا كابتن مجدي؟ لا لوحده لا، ما هو ده اللي انا بقوله. لا ما هو لوحده مش هينفع. هو لوحده مش هينفع، انما ما هي القصه، عندنا احنا عندنا مشكله كبيره جدا. نيجي نقول ايه؟ تعال انت بس معاك فلان وفلان وفلان وفلان. طب ما هو فلان وفلان 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 ده انا بدايلي اللي معايا اللي بيشتغلوا معايا ونقعد نفكر سوا. ما خلي بالك اصل هي بتبقى تينك تانك كتير قوي. تمام. فانا ممكن يبقى معايا شوقي ومعايا ضياء ومعايا، بس طريقه تفكيري غير طريقه تفكيرهم، وارد جدا. فاحنا على بال ما يعني هات وخد ونتناقش ونتحاور عشان نوصل في لقرار ممكن ناخد وقت طويل. أيوه. ممكن الوقت الطويل ده مش في صالحنا دلوقتي. فانت لازم تجيب، شوف المدرسه اللي تلائمنا احنا ايه، هات منها الراجل اللي عنده خبرات في الحته دي ونجيبه ويبدا يشتغل بالستاف بتاعه. بالستاف بتاعه. ده مهم جدا. اللعيبه في مصر في الظروف اللي احنا بنعيشها، شفت ماتش القمه؟ شفت. ايه رايك في الكوره اللي كانت فيه؟ لا. يعني مش عارف بنقول اهلي وزمالك، يعني عموما يعني اللعيبه في مصر اللي هيمثلوا المنتخب. هي القصه كلها يا احمد دلوقتي، اصل المستوى اللي احنا شفناه في الماتش الاخراني بتاع الاهلي والزمالك ما تقدرش تفصله عن الاحداث اللي حصلت قبل المباراه لمده اسبوعين او 3 اسابيع. يعني ما تقدرش تفصله عن الاحداث اللي حصلت مع الفاينل بتاع الاهلي والوداد والظروف اللي حصلت بيها. الاحداث اللي في نادي الزمالك والتغيير واللي راح واللي جه واللعيبه والحكايه حاجات كتير الكلام اللي بيتقال. مش كوره بس. ما هو ضغط المباريات اللي موجود هنا وضغط المباريات اللي موجود هنا، الغيابات اللي موجوده هنا مره واحده بتبقى تلاقي نفسك بتلعب بدون 6-7 من اللي كانوا موجودين. والناحيه الثانيه برضو نفس الموضوع. فاذا الاحداث اللي بتحصل حوالين المباراه بتاثر بشكل او باخر على الناتج العام بتاع الاداء بتاع المباراه. ده اكيد. كل الظروف اللي انت قلتها دي اللي حاسب على الفاتوره بتاعتها سامي قمصان. يعني المرحله دي تولى فيها سامي قمصان المسؤوليه بعد طبعا كمان رحيل مستر موسيماني، وبالتالي عانى من غيابات، عانى من اجهاد، عانى من فاتوره الحاله المعنويه بعد الخروج من نهائي افريقيا، ومطلوب منه يواجه ضغط ماتشات ويلعب 3 مسابقات زي ما انت شفت كده
كاس مصر ودوري وراجعين كاس مصر تاني، بس كاس مصر القديم. ازاي شفت الاول سامي نجاح سامي في الفتره دي؟ سامي نجح بدرجه مش عايز اقول ممتاز، جيد جدا. تمام، بالنسبه لي سامي نجح بدرجه جيد جدا. ليه؟ لانه اولا انا حاسس بان اللعيبه عندهم اريحيه، الفري زي ما بيقولوا كده، حرين. في مش حرين يعملوا كل واحد يعمل اللي عايزه. أيوه. لا يعني مش 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 مقيدين، ما عندهمش قيود. سامي اكتر واحد ادرى بالتيم، وده مهم جدا في شكل الشغل وطريقه الشغل اللي بيشتغل بيها. الحاجه بس اللي انا لسه يعني عايزها تتغير، طبعا هتاخد وقت عشان تتغير، هو الريتم بتاعنا. الريتم بتاعنا اللي هو نفس الريتم اللي كان مع موسيماني، اللي هو بعد ما تجيب جون تستنى شويه تستنى شويه تستنى شويه تستنى لا ما احنا هو ده اللي كان مزعل الجمهور من موسيماني. يعني تستنى شويه ليه وتستنى شويه ليه وتستنى شويه ليه وتقلق ليه وتقلق ليه وتقلق ليه. النادي الاهلي الناس كلها تلعب عليه، يعني دي برضو قناعاتي الشخصيه. يعني ايه الناس كلها تلعب؟ يعني النادي الاهلي عنده فورم وعنده استراتيجيه بيشتغل بيها، كل الخصوم والمنافسين تشتغل بناء على استراتيجيه النادي الاهلي. يعني يبقى الاهلي الفعل، الاهلي على طول رد الفعل، الاهلي على طول الفعل، على طول على طول. وانا بعني هنا بكلمه على طول، حتى لو رحت كاس العالم للانديه. دي وجهه نظري. طب تخليني اسالك سؤال بمنتاليتي اللاعب، بعقليه اللاعب بقى. مش يمكن اللعيبه بقت منهكه لدرجه انها عايزه تحقق الهدف باقل مجهود ممكن؟ يعني هل ده سيناريو ممكن يبقى وارد؟ لا طبعا. يعني انا اللي بحشيله. هنا الكوتش شغلته ايه؟ مش الكوتش غير المدرب. ما انا بقول لك، انا بقول لك ممكن كذا سيناريو. انا هجاوب. يعني ممكن يبقى كوتش كمان من ناحيته يقول لك والله انا كسبان، احاول اخلص بالمباراه كده بدل ما لعيب تاني يتصاب، بدل ما حد يجي له شد، بدل ما احتكاك اخسر ورقه. الكلام ده كان ممكن في وقتنا احنا. الكلام ده كان ممكن في وقتنا احنا نتكلم في الكلام ده. تمام. انت النهارده عندك خمس تغييرات، نص التيم بتغيره في حته انه تعبان او كتر اجهاد، ولا عندك نص التيم بتغيره. التوقيتات خلي بالك، ما كل دي بتحدث طفرات عند الكوتش، وكل دي بتوصلنا وتعلمنا وتخلينا نتابع ونشوف مين الكوتش اللي بيستغل الظروف دي كويس والقوانين واللوائح دي كويس. ما هو ده مهم جدا. ده مهم جدا. انا ممكن في وقت من الاوقات اقعد اخلي ما غيرش خالص، واجي في اخر 10 دقائق او في ربع ساعه اشيل الخمسه احط الخمسه. وارد جدا، في ناس ممكن تفكر كده. ايوه، يقول لك فريش. قصدي اقول لك الشاهد من كلامي ان الكوتش هنا غير المدرب. الكوتش بيحشي، المدرب بيعمل الشكل بتاع التمرين والتكتيك. الكوتش هنا هو بيهيئ اللعيب انه ينفذ استراتيجيته، بيحشي له دماغه. مين احسن مدرب اشتغل معاك وكان بيعمل ده؟ جوهري. جوهري. جوهري كان بينيمنا تنويم مغناطيسي. طبعا جوهري. ما جوهري وكان روب ياكوبس معايا بره في اليونان. في اليونان. هولندي، هو كوتش هولندي. الراجل بيديك، بيوجهك وانت مسترخي. انت عارف اللي هو ينيمك ويقول لك هتقوم تعمل 1 2 3 4. فتفوق كده وتنزل الملعب تعمل 1 2 3 4 وانت مقتنع. يعني الدنيا مهمه جدا ان انت تبقى مقتنع. كان معايا كابتن خالد جدالله، وكنا يعني بره الهوا، جت سيره كابتن جوهري الله يرحمه. فكان بيقول لي كابتن جوهري كان قبل الماتش يقول لنا الماتش ده هيحصل فيه 1 2 3 4. ننزل الملعب نلاقي 1 2 3 4. انت عارف كابتن جوهري بيبقى شايف الماتش قبل ما يتلعب. انت عارف يا احمد كابتن جوهري بيعمل ايه؟ كابتن جوهري كان عنده ملكه مش عند اي حد. انا ما شفتهاش عند اي حد، وصعب ان الاقيها عند اي حد. بيقعد يتفرج على الماتش اللي هو 90 دقيقه بالبطيء. سلو موشن، بيشغل الماتش سلو موشن ويقعد يتفرج عليه ويعيد ويزيد. انت متخيل؟ يعني ممكن ماتش واحد يقعد يتفرج عليه 7 ساعات 8 ساعات، يخش الصومعه ما يخرجش. دي حقيقه. فدي طبعا مش اي حد. قال لكم ايه بعد ماتش هولندا؟ يعني اول ماتش هولندا ده كان اول ماتش لينا في كاس العالم. هولندا في الوقت ده كانت اجمد فرقه في مجموعتنا. مرمطنا يعني في المطعم.
بجد والله؟ اه والله مرمطنا في المطعم، احنا كلنا مبسوطين طبعا، هو مبسوط جدا وكلنا مبسوطين جدا، ده هنا لان التليفونات جت والدنيا انت عارف ما كانش فيه ساعتها سوشيال ميديا ولا حاجه ولا موبايل بس ولا اي حاجه بس التليفونات عرفتنا ايه اللي حصل. فنزلنا المطعم بقى ومبسوطين وقاعدين وبناكل، فاللي قاعد تعبان كده واللي قاعد تعبان كده وكانت ليله ما يعلم بها ربنا طبعا بعد ما مبروك وكويس وبتاع، انت حتى هتقعد لي وتقول لي ده يعني في واحد رجع طبق العشاء، قال له لا انا ما طلبتش انا عايز كلوب دلوقتي، هتقول ما عايش وعايز وطلبت وما طلبتش كل اللي يجي لك واسكت، انت فاهم انت ايوه خلاص كان شخصية بقى كان مع هولندا شخصية وعملنا كان شخصيه قويه بس 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 يعني شديده لا محبوب جدا بس الناس كانت بتحبه جدا. اصل هو شخصيه قويه في وشديده في ايه؟ اولا ما يقلش ادبه ابدا على لعيب كوره خالص خالص، يعني عمره ما يشتم لعيب كوره، دي مهمه جدا. مش ده العادي والطبيعي ولا ده مش طبيعي؟ ده بيحصل في مدربين بتعمل كده، لا بس ده مش عادي وطبيعي طبعا. بس ده بيحصل في مدربين ما تقدرش تمسك نفسه، هو العصبيه بتاعته كلها على التيم كتيم ويبدا يمسك واحد في واحد واحد فينا بـ 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 بأوصاف ما يشتموش بس أوصاف معينة تزعجه وتخليه يركز وتخليه يفكر. مهم جدا ان انت تحب الكوتش بتاعك وتبقى تحب انه ما يزعلش منك، دي مهمة جدا قائد مش بس الكورة بالظبط كده، يعني الفرق بين البوس او الليدر يعني بالظبط فكرة انه بالظبط بيبقى فيها احساس بانك تبقى غيران على رضا ده هو ده انك عايز تعمل كل حاجة عشان انت تبقى كويس وعشان هو ما يزعلش منك. فدي مهمه جدا. ايوه ليه؟ لانه قناعاتك وصلت بيه لدرجه ان زي ما خالد قال لك هتنزل تلاقي 1 2 3 4 فتنزل تلاقي 1 2 3 4. يعني مثلا احنا قبل ماتش هولندا كان الكابتن جوهري مدينا بامفلت كده باسماء فرقه هولندا وبيعملوا ايه وكل لعيب في البوزيشن بتاعه ده اللعيب بتاعه ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه مع رسم كده كروكي والتحركات فانت حافظ مديك كل حاجه مديك كل حاجه عارفها كل حاجه فانت تحب الشخصيه دي لانه بيعلمك. طيب نروح لماتش بكره. والله انت عندك يعني حواديت وذكريات عايزه حلقات، بس خلينا نروح لماتش بكره. الناس برده من الماتشات اللي شايله همها خصوصا في ظل الغيابات، الاهلي غايب عنه تقريبا فرقه كامله، زي ما قلت الجمهور السادسه قبل في بدايه الحلقه يعني الى حد ما متوقع، مش هقول اسماء مش هقول تفاصيل، بس يعني الوضع بكره ممكن يبقى افضل شويه نسبيا من ماتش المحله. في كذا اسم راجعين بكره ان شاء الله ويبقوا جاهزين يرجعوا يبتدوا وما يبتدوش، ده قرار كابتن سامي قمصان، مستر سامي قمصان كنت هقول لك يمشي برضه. شايف الماتش بكره ازاي وشايف المواجهه بين الاهلي وبيراميدز ازاي؟ طيب انا مبدئيا حته الغيابات في النادي الاهلي من وقت ما اشتغلت في النادي الاهلي ومن قبل انا ما اشتغلت في النادي الاهلي ومن بعد ما اشتغلت في النادي الاهلي ما بتتعملهاش حساب جوه التيم، بره الحساب ما بتتعملهاش حساب جوه التيم. المدرب بيبقى بيقول 1 2 3 4 وبيقول للميديا عندي غيابات كذا 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 في اوضه اللبس، سين اللي هيلعب زي صاد، ألف زي ب، جيم زي ح، كله شبه بعض. ليه؟ لأنه أنت بتلعب في النادي الأهلي وبتلبس التيشيرت بتاع النادي الأهلي. أيوه. فأنت وانس إنك لبست التيشيرت بتاع النادي الأهلي خلاص بقيت تقدر تلعب قدام سين وصاد وعين وجيم وتكسبهم العادي الطبيعي بتاع النادي الأهلي. في الفاصل كابتن مجدي قال لي جملة عجبتني جدا، قال لي ما تديش شماعة الخسارة للعيب الكرة قبل. طبعًا. طبعًا. أيوه. أوعى تدي عموما يعني في العموم. طبعًا. ما تديش شماعة الخسارة لأي حد بيشتغل معاك لأنه هو أول واحد هيستعملها ويعلق عليها كل اللي لبسه. أيوه. مش الجاكيت بتاعه بس، هيجيب كل اللبس اللي في الدولاب يعلقه على الشماعة دي. فإحنا مش عاوزين ده لأنه مش موجود. أيوه. لأنه والأهلي الحقيقة مش موجود. يمكن يعني طول عمرنا بنقول لما بنقول أهلي بمن حضر، لما بنقول 11 راجل في الملعب. أنا هسألك سؤال، النادي الأهلي الكم الهائل فوق ال 100 تايتلز دول عشان إيه؟ من إيه؟ جايين منين؟ ما هو جايين من هنا. ما هم جايين من هنا. لا في كل البطولات دي ما كانش فيه سيزونز نفس ما احنا في ايامنا كان نفس القصه دي. أيوة. وكنا فرق 13 بونت وما كانش فيه دوري وكان بعيد الدوري
وكان في ناس بتتعور ورجعنا وتدخل وترجع وتاخد البطوله. فالموضوع مش الموضوع عادي جدا بالنسبه لنا. المنافس منافس محترم جدا جدا جدا. هقول لك كلمتين قالهم لنا بايسا بسبب حاجه زي كده، بس كان في ماتش منتخب رايحين نلعب تونس، فقال لنا منتخب تونس منتخب محترم جدا نقطه ومن اول السطر انتهى على كده. احنا مصر، احنا مصر رحنا هناك نبقى ليدنج واحد وهم يتعادلوا، احنا ليدنج اتنين وهم يتعادلوا. فانت لازم تشتغل بالمنتاليتي دي. انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي هتلاعب مين؟ هتلاعب بيراميدز، هتلاعب الزمالك، هتلاعب اي حد تاني، هو لازم يبقى رد فعل بتاعه. ايوه رد الفعل بيبقى هو. هل تتوقع انه الاهلي يغير في الطريقه، يغير في اسلوبه في التكتيك في مواجهه بيراميدز عن الماتشات الاخيره اللي لعبها سواء محله سواء زمان؟ شوف الشوط الاول حقيقه كان اكتر من رائع، يعني تحفظ الجمهور كله على الشوط الثاني. وده اللي انا بتكلم فيه، عندنا الفرصه اكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه ما استناش. فهو تيم النادي الاهلي هيبقى جاهز انه هيشتغل. سامي اكيد عنده بعض التغريات في الخططيه بين بيراميدز والمحله، اكيد في فروق فهو هيشتغل عليها. الفروق دي ممكن تخلي حد من اللي انت قلت عليه ممكن يبدا الماتش اللي هم راجعين، وممكن تخليهم لا في الـ في الـ في الشوط الثاني يستعملهم. انما في العموم، في العموم استراتيجيه النادي الاهلي كلها هتبقى علشان في النهايه ياخد الثلاثة بونت. ايوه. ايه الصعب في ماتش بكره؟ يعني ما اجي اذاكر بيراميدز كده في الفتره الاخيره، بص على الفرقه يمكن ما عندهاش غيابات، اعتقد اغلب العناصر الاساسيه موجوده، دوافع موجوده، فريق اتصرف عليه كتير في السنوات الاخيره ومش قادر ياخد بطوله، فبالتالي ما عندوش فرصه انسب من يعني الدوافع اللي موجوده معاه في البطوله دي تحديدا وفي ماتش الاهلي بكره كبيره جدا. ايه الصعوبات اللي شايفها في ال 90 دقيقه وازاي تتعامل معاها من وجهه نظرك، خصوصا انها ماتش كاس مش ماتش دوري، يعني لابد الماتش ينتهي بفوز طرف من الطرفين. انا بعتقد ان الصعوبه بتاعت الماتش ده في الظروف بتاعت الماتش، مش في الماتش نفسه، مش في ال 90 في الظروف دقيقة. في الظروف المحيطه بالفرقه الفتره اللي فاتت اللي هو اكسب جول وبعدين اتعادل وبعدين يجي فيها جول التاني وبعدين اتعادل وبعدين اكسب جول وبعدين اتعادل وبعدين اكسب. فهي دي في الظروف الطبيعيه انت اخر ماتش كسبان البيراميدز 3 ومقدم مباراه ولا اروع من فتره. ايوه عشان كده بقول لك صعوبه المباراه دلوقتي في الظروف المحيطه اللي انت خارج منها دلوقتي واللي كانت محيطه بيك. دي درجات الصعوبه بتاعتي انا. أيوة. انا اللي انا شايفها كمجدي، انما التيم كتيم ان شاء الله باذن الله قادر على انه يشتغل قدام التيم بتاع بيراميدز باي سكواد هينزل بيه، باي تيم هيلعبها النادي الاهلي، اي تيم 11 هيشتغلوا من الموجودين دلوقتي في التيم اللي موجود دلوقتي هيقدر ينفذ الاستراتيجيه بتاعت سامي قمصان اللي هي بار تاني هقولها تاني، اللي هو النادي الاهلي نازل قدام بيراميدز عشان ياخد 3 بونت. طبيعي جدا لان انا تحت الناس في البونت، انا عندي فروق ماتشات، انما لازم الماتش ده مع المنافس من المنافسين الرئيسيين اللي لازم اكسبه. طبعا طبعا. مين اجمد رجل شمال في مصر النهارده كابتن مجدي؟ النهارده؟ اه في ناس كتير والله. هو اللي مين بيعجبك؟ علي معلول. علي كنت اقول نبيل معلول. علي معلول طبعا. وليد سليمان طبعا. عجبني جدا زياد برضو. زياد طارق. عجبني 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 من قبل كده. يعني انا شايفه عنده حاجات كويسه يقدر النادي يستفيد منها في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. في شيكابالا في الزمالك. عجبني لعيب قوي كويس في سيراميكا كليوباترا اسمه احمد عبد المحسن. ظهير شمال. باك شمال. ده برضو من اللعيبه الكويسه، مش شو اللعيبه الكويسه، الاتيتيود بتاعه بس يعدله شويه يصلحه شويه، انما هو كان لعيب كويس. احمد سمير طلع الجيش. واحمد سمير. احمد سمير أحمد الدوري السنه دي افضل. بس احمد سمير الجاريه بتاعته هي بس اللي عامله مشاكل في فريق الجاريه. محمد حمدي في بيراميدز. محمد حمدي
اشول كباك يعني وكظهير ومدافع طبعا طبعا، انما ما بيستغلش رجليه شمال بشكل كافي وهو بيهاجم. ده انا يعني واخدها عليه، يعني بيهتم شويه قوي او بيتأنى اكتر من اللزوم، لان هو المفروض اول ما طلع مع حسام في المصري كان اظهر قدرات هجوميه اكتر من اللي هو فيها دلوقتي. مين لعيبه ترشحها انها تنضم للنادي الاهلي او نفسك تشوفها لابسه تيشيرت النادي الاهلي؟ زي ما انا قلت لك احمد عبد المحسن ده عاجبني، او احمد محسن مش عارف اسمه، احمد محسن ولا احمد محسن معلش، ده عاجبني كظهير شمال. علي معلول في اوقات كتيره لما بيبقى مصاب فترات معينه لازم يبقى حد موجود، وحيد يقدر يشتغل برضه. بس لازم حد يبقى موجود بنفس ضغط على علي معلول على الاقل بالظبط كده، بنفس يبقى قريب منه قوي، يبقى قريب منه قوي، لان هو ده التنافس هو اللي بيزود المستوى بيرفع المستوى، بيخلي الكوتش مستريح على قد ما يبقى عنده دوشه في الاختيارات، الا انه بيرفع المستوى بتاع التيم كله، بيبقى عالي. تاني مين يلعب في النادي الاهلي؟ في كذا حد احنا محتاجين كذا حد ان شاء الله، محتاجين حد برضو، محتاجين في قلب الدفاع، محتاجين لعيبه، عندنا مشكله في قلب الدفاع دلوقتي، محتاجين لعيبه سواء من مصر او من بره مصر، او من بره مصر. محتاجين البوزيشن ده، محتاجين فيه حد ضروري جدا طبعا من وجهه نظري. كلام كتير اتقال على واسماء كتير قوي طبعا عارف موضه الموسم، وكل موسم يعني شفتها طبعا مع رحيل فايلر والتعاقد مع مستر موسيماني، سمعت في الفتره دي مثلا ما لا يقل عن 20 30 اسم الاهلي تعاقد معاهم فعلا كمدير فني يعني، وكانت المفاجاه طبعا انه ولا واحد منهم كان مستر موسيماني. اي حد يقول لك اتعاقد معاه يعرف انه ونفس القصه بتتكرر اليومين دول. لكن بعيدا عن الاسم يعني، بدايه هل تفضل مدرسه بعينها؟ يعني هل كابتن مجدي شايف انه الاهلي بيلاقي كورته او بيلاقي اوضه لبسه مع مدرسه بعينها، ولا الموضوع مش مرتبط والله الالماني؟ الاهلي نجح مع الالماني والاهلي نجح مع البرتغالي تمام، الفرنساوي ما كانش عنده فيه حظوظ اكتر من وقت. ايوه، والانجليزي نفس القصه. فانا بعتقد ان اللي هم دول المدرستين اللي يناسبوا الاهلي، اللي نجحوا بشكل كبير مع النادي الاهلي. ايه المطلوب من المدير الفني يجي اللي هيجي يتولى مسؤوليه النادي الاهلي من وجهه نظرك كابتن مجدي؟ يعني ايه الاثر، البصمه اللي انت مستنيها على كره الفريق؟ سيبك بقى انه في رحيلين، في لعيبه قاعده، في لعيبه مجهده، في لعيبه لا جايه. اللي انا عايز اشوفه، عايز اشوف موسيماني على مستوى يلعب كره مودرن اللي موجوده في العالم ده كله. موسيماني يعتبر من انجح المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤوليه النادي الاهلي على مدار تاريخه كله، ولو كان كمل كان ممكن كمان يكسر الارقام اللي عملها مانويل جوزيه. لكن كان في انتقادات كتير عليه، كان في خليني اقول عدم رضا شويه عن كره الاهلي اللي بيلعبها مع مستر موسيماني. ايه اللي مطلوب من انت مستنيه من المدير الفني الجديد؟ انا مستني ان انا اشوف شخصيه النادي الاهلي زي ما قلت لك دلوقتي يا احمد. النادي الاهلي ما يبقاش يستنى ويبقى رد فعل. احنا موسيماني على عينه وعلى راسه كل اللي انت قلته، وانا احترم كل ده، انما في الاخر هو من المدربين المحظوظين، لانه في ماتشات كتيره من اللي احنا قعدنا فيها نشتغل فيها رد فعل، عد عدد الفرص اللي كانت اجينست اس وكانت فيها ممكن تعمل لنا مشاكل، وربنا كرمنا بتوفيق محمد الشناوي وتوفيق العارضه وتوفيق القايم، واحنا بنكسب ونجيب جول وبنكسب الماتش. التاريخ ما بيفتكرش الارقام، ده ليفربول مسك الريال نفضه بلغه الكوره. شوف انا بقول لك ايه، كورتوا شوف انا بقول لك يعني ايه دلوقتي، شوف انا بقول لك ايه دلوقتي، انا بقول لك إيه، الريال مدريد لعب بشخصيته وليفربول لعب بشخصيته. ايوه، انا كمان عايز العب بشخصيتي. الماتش اللي انت بتتكلم فيه ده ليفربول لعب بشخصيته وريال مدريد لعب بشخصيته، ما استناش، ما عمل، لا الاثنين كانوا شغالين كل واحد شغال بشخصيته، انا كمان عايز اشتغل بشخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي دائما هي صاحبه الفعل، دائما صاحبه الفعل. ايه اللي حصل في الثلاث مواسم الاخيره؟ هو الاهلي يمكن الاكثر معاناه، لكن هي الكره المصريه عانت ولابد من انه يعني نجد له حلول يا كابتن مجدي.
وجهة نظر انا الشخصيه، اللي عطل كل القصه دي كلها استضافه كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر. ليه؟ لان ما كناش احنا اللي هنستضيفها، كانت بره، فاحنا لما استضفناها خلاص بقينا مجبرين ان احنا هنلعب البطوله من دي 1 للاس دي، فالدوري كله وقف الفتره دي، زائد الارتباطات الدوليه، الاجنده الدوليه بتاعت تصفيات كاس العالم بعديها، من ساعتها واحنا لغايه النهارده عمالين نحاول نقفل عايزين نظبط ال ايوه. وطبعا التوقف اللي حصل بسبب كورونا، التوقف بسبب بتاع كورونا ده خش كمان فيه، المشكلة لانه كان في نفس التوقيت تقريبا او بعديها بشويه، بعدها بشويه. فانت متخيل انت التوقفين دول عملوا عندك، وانت مش عايز تتنازل كاتحاد كوره وتعمل المسابقه في موسم واحد مثلا مجموعتين وبعدين طرح ترجع. طرح التصور ده مجموعتين او دور واحد، لكنه كل ما انا بقول لك هي موسم. ما أيوه. انت عشان تصلح ده يا احمد، انت عشان تصلح ده لازم تضحيه لموسم. احنا ضحينا بالمنتخب، هنضحي بايه باكتر من كده؟ ما غلط. شوف احنا قاعدين زعلانين ازاي. نورت الدنيا يا كابتن مجدي، الناس قاعدين دايما، شرفتنا ونورتنا، ونتمنى دايما نشوفك في السادسه، بنسعد بيك. شرف ليا. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره هنتقابل، هيكون في حلقه خاصه طبعا قبل دقائق من بدايه المباراه، هنقابل حضراتكم في السادسه، ونشوفكم دايما على كل خير وكل التوفيق ان شاء الله رجالتنا بكره في مواجهه بيراميدز.